أمير ريتشاردسون الأسد الجديد في تشكيلة الرجراجي. رغم أنه نجل بطل أمريكي من أصول إيطالية وفرنسي المنشأ والتكوين، انتصرت مغربيته من جهة الأم في ضمه لعرين الأسود. كان أمير المزداد عام 2002 بفرنسا ليختار احتراف كرة السلة الأمريكية خلفا لوالده الأمريكي الإيطالي أسطورة كرة السلة الأمريكية ميشيل راي ريتشاردسون، غير أن والدته المغربية من مدينة فاس اللاعبة السابقة لكرة القدم وألعاب القوى وجهته نحو ولعب كرة القدم، حيث اكتشف موهبته داخل نادي فونتون الفرنسي، ثم انتقل لنادي نيس لصقل موهبته أكثر واحترافها، وتدرج داخل فئاته لينتقل إلى مدرسة لهارفر. الاختيار الذي خدم مسار أمير وأبان خلاله عن مهاراته وقوته اللذين أدخلاه في حسابات الفريق الأول للنادي، وانطلق في عالم الاحتراف مع نادي لهارفر الأخير الذي مرر أمير بعد مفاوضات مطولة إلى فريق ستاد ريمز شرط بقائه معارا لعام آخر داخل لهارفر للاستفادة من جودته في صفقة مربحة للطرفين. بالموازاة لعب أمير مع منتخب فرنسا تحت 20 عاما في عامي 2021-2022 وفاز معه ببطولة موريس ريفيلو، لكن إلحاح وتشبث الجامعة الملكية لكرة القدم نجح في حسم جنسيته الرياضية بشكل نهائي لصالح المغرب على حساب جنسيته الأوروبية والأمريكية الأخرى، وتلقى دعوة من مدرب أشبال الأطلس هشام الدميعي ليفوز معه باللقب الأول في تاريخ الأشبال ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما. أمير يعول عليها اليوم وليد الرجراجي للمساهمة في الظفر بلقب البطولة الأكبر للقارة السمراء.